وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا وسهلا. بداية سيد رائد، سنتحدث عن الأوضاع السياسية على مستوى ألمانيا وبالتالي انعكاسها في وجهة نظرك على مستوى اليورو والأسواق الأوروبية بصفة عامة. طبعا كان هناك نوع من الفشل لدى المستشارة الألمانية في تأليف أو في يعني تقديم حكومة ائتلافية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي. طبعا هذا أثر بعض الشيء على المعنويات لدى المستثمرين بالاستثمار في الأسواق الألمانية، مع وجود نوع من ما تم وصفه من قبل مناصب مرموقة في ألمانيا بأنه أزمة في التاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية لألمانيا. بالتالي بلا شك سوف يؤثر ذلك على اليورو أو ضغط على اليورو خلال التعاملات اليوم الثاني على التوالي هو تحت هذا التأثير. نعم، كذلك الأسواق الأوروبية كيف ستتفاعل مع هذه الأحداث برأيك؟ طبعا بلا شك هي أزمات مؤقتة، وبالتالي طبعا ميركل كانت قد صرحت بأنها تفضل أن يكون هناك انتخابات ثانية على أن يكون هناك حكومة أقلية. بالتالي بلا شك سوف يكون هناك بعض النقاشات والمفاوضات في الفترة القادمة، هذا يتزامن مع نهاية عام، يعني يتزامن مع أساسا انخفاض في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بل إنما اتجاه نحو جني أرباح وخروج من الأسواق. بالتالي بلا شك سوف يؤثر ذلك على الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، وقد يضغط عليها بالاتجاه السلبي حتى نهاية العام مع دخول مثل ما ذكرنا موسم العطلات والأعياد، وبالتالي التخارج الاستثمار نراه بشكل أكبر في ظل مثل هذه التخبطات السياسية في المنطقة الأوروبية. نبقى في الحديث عن العملات أيضا، وعلى مستوى الدولار الأمريكي كما لاحظنا بالأمس سجل ارتفاعات قوية مدعومة ببعض البيانات والتوقعات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نلاحظ أن الدولار الأمريكي سجل تراجعات أمام سلة من العملات الرئيسية، هل يعود هذا إلى عمليات جني أرباح كوضع طبيعي أما أن الوضع مرتبط بالأحداث السياسية؟ إجمالا تعتبر تراجعات اليوم طفيفة بعض الشيء، ويتم يعني حصرها ضمن عمليات جني أرباح بسيطة في بعد ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أسبوع. وبالتالي طبعا أيضا هناك الدعم من إعلانات الأرباح كانت بشكل إيجابي في الفترة الماضية. إضافة لذلك هي نقطة مهمة وهو التاكس ريفورمينج أو إعادة الهيكلة الضريبية التي يبدو أن الجمهوريين حققوا خطوات ناجحة بشكل كبير داخل الكونغرس، وبالتالي إمكانية تمرير هذا المشروع تعطي نوع من التفاؤل بالاقتصاد الأمريكي، وعكس ذلك أداء الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة مع اقتراب إمكانية رفع ثالث لأسعار الفائدة بنهاية هذا العام في شهر ديسمبر. كذلك التوترات الجيوسياسية بين على خلفية التصريحات للرئيس الأمريكي على فيما يتعلق بكوريا الشمالية، إلى أي مدى ستؤثر على الدولار؟ هل ستستمر في الضغط عليه خلال هذا الموضوع كان له حصة الأسد خلال تعاملات هذا العام. التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل واضح على الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد على أداء الدولار الأمريكي، ولولا هذه التأثيرات كان يمكن أن نرى مستويات الدولار الأمريكي أعلى بكثير بما يعكس أداء الاقتصاد الإيجابي. إمكانية الاستمرار أكثر هي بإمكانية أن يكون هناك تطورات جيوسياسية بمعنى آخر مزيد من التهديدات، أو يعني أن يكون هناك نوع من التصريحات الأكثر حدة التي بلا شك سوف تؤثر على أداء الدولار الأمريكي وأداء الاقتصاد الأمريكي. نعم. كذلك لاحظنا أن الذهب استفاد من هذه التوترات الجيوسياسية على عكس الدولار طبعا. إلى أي مدى سيستمر الذهب في الارتفاع برأيك؟ هل سيكسر حاجز $1,300 للأونصة؟ حقيقة استفاد بعض الشيء يوم أمس ووصل إلى مستويات $1,297 للأونصة، مستفيد من هذا الزخم ضعف بسيط بأداء الدولار الأمريكي، إضافة إلى وجوده يعني وجهة للمستثمرين، لكن لا يوجد الزخم الكافي لدى أسعار الذهب بالارتفاع مع وجود فرص استثمارية بديلة أمام المستثمرين تدفعهم للاستثمار فيها بدلا من الاتجاه نحو ملاذات آمنة كالذهب، ووجود أيضا ارتفاعات البيتكوين، هذا قلل بعض الشيء من جاذبية
أهمية الذهب كملاذ آمن في الفترة الحالية، وبالتالي قلل من الزخم بالاتجاه الصاعد على تعاملات الذهب. بالتالي 1300 دولار قد تكون مستويات مقاومة قوية بالنسبة لأسعار الذهب على الأقل حتى نهاية هذا العام. نعم. كذلك بعض المحللين كانوا قد أشاروا على خلفية نتائج الاقتصاد الأمريكي أو التوقعات بنتائج الاقتصاد الأمريكي في 2019. التوقعات كما قلنا أنها تصب في صالح نمو كبير. هل سيكون هذا النمو على مستوى الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصادات الناشئة كما يشير بعض المحللين؟ إلى درجة كبيرة هي أي تفاعل أو إيجابية في الاقتصاد الأمريكي تنعكس مباشرة على مؤشر MSCI واقتصادات الناشئة إجمالا في اليوم الذي يليه مباشرة. بالتالي هناك ارتباط إيجابي أو خلينا نقول correlation إيجابي في الفترة الحالية كأسواق، إنما ازدياد جاذبيته ممكن أنه تكون تجذب رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، وبالتالي ذلك قد يضعف بعض الشيء موقف الاقتصادات الناشئة. ولكن في الفترة الحالية التي يشهد فيها الاقتصاد الأمريكي حالة يعني استخدام للطاقة طاقة العمل داخل الاقتصاد الأمريكي بشكل كامل، إضافة إلى الوصول إلى مثل هذه الإيجابية، أعتقد هنا يجب أن يكون هناك استدامة أكثر في البيانات للعام 2018 حتى نرى مثل هذه التأثيرات السلبية على الأسواق الناشئة. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في EQT، شكرا لك. شكرا.